خلص هذه لا تنسى ولا عليكم. تمام. اوكي يبقى الفورتج ريجوريشن بيساوي ايه بقى؟ الفي واحد ده ناقص الاي واحد على الاي واحد، الفي زد اي واحد، خلي بالك. وممكن الفي اتنين بتساوي ايه؟ الاي اتنين زائد الفي زد اي اتنين. فالفولتج ريجوليشن برضو بيساوي الفي اتنين ناقص الاي اتنين على الاي اتنين. هن بنستخدم أي واحدة؟ احنا بنستخدم ديت. تمام. تمام. فلما نيجي نحل بقى، محتاج الاول نحسب الفي واحد. انا عندي الاي واحد ده معطى، اللي هو بيديهولك في المسألة، اللي هو عبارة محتاج عن نحسب الفي واحد. 4800. فالاي الفي الفي واحد بتساوي ايه؟ الاي واحد اللي هو ب 4800 زائد الفولتج اللي على الامبيدنس. فالفولتج اللي على الامبيدنس بتساوي ايه؟ الفي زد بتاعت الامبيدنس بتساوي الاي اللي هتمشي فيها مضروبة في الزد نفسها، صح؟ انت بتتكلم صحيح. عن زد اي واحد، يعني من السكندري رايح للبرايمري. زد اي واحد يعني من السكندري رايح للبرايمري، يعني الاي الاي 2 داش مضروبة في الزد اي واحد هتطلع لنا الفي زد اي واحد. وديت احنا لسه جايبينها، وديت احنا جايبينها في المطلوب الاولاني، صح؟ اهي جايبها في المطلوب ايه الاولاني. طالع اللي طالعها 12.5 تقصد ال... لا خلي بالك، انت تقصد اللي الزد الزد اهي الكوفرنت طلعتها ب 100، بس مش هنضرب في ال100، خلي بالك. ال100 نضرب ديت في الامبليتيود. ايه معك معك انا قلت لك من شويه الزد اي واحد بتساوي ايه؟ الجزء الريل 100. اللي هو ال 28 زائد جي في الجزء الايه؟ الايماجنري اللي هو 96، هو معك الار اي واحد زائد جي في الاكس اي واحد. هي ديت الزد اي واحد، ده اللي احنا هنحسبه. فهتبقى الفي واحد بتساوي ال 4800 زائد، افتح قوس نحط فيه الاي 2 اللي احنا لسه جبناها بكام؟ اهي 12 ونص. والزاوية دي بتعرف تكتب ده على الآلة؟ ايه عارف مضروبة في الزد اللي هي كام؟ 28 زائد جي 96 تقريبا، ايه بالضبط ويبقى هو دوت الفي واحد. يبقى الفولتج ريجوليشن بتساوي الفي واحد دي ناقص الاي واحد على الاي واحد. وفاضل اخر حاجه الافيشنسي اللي هي بتساوي البي اوتبوت. طب البي اوتبوت بيساوي ايه؟ البي اوتبوت بيساوي البي انبوت في الباور فاكتور. يعني بتساوي 60 او أولها كلهم بالكيلو صح؟ عشان بلاش. الاس في الباور فاكتور اللي هي 60 او 60,000 في الباور فاكتور 0.8، تمام، على الباور اوتبوت زائد ايه اللوسز اللي عندك في السؤال ده؟ اول واحده البي كور والثاني هي والبي البي وايندنج. ايه او البي كبر. ده وده عادي، بس ده معطى ده معطى، تحطهم وخلاص.
أعيدها تاني. لا لا في سوي لها مراجعة سريعة بس إنها ترى فهمتها. ثري فيز ترانسفورميشن او ترانسفورمر، عندك الواي واي كونكشن والدلتا دلتا والواي دلتا والدلتا واي. يعني من ناحية هيبقى موصل بطريقة معينة ومن ناحية تانية موصل بطريقة تانية ما بين الكويل وبعضه. يعني انت عندك الملف اهو، ده الكور، من الناحية دي انت لافف ومن الناحية دي انت لافف، صح؟ بس من الناحية دي هيبقى فيه 3 فاز ومن الناحية دي فيه 3 فاز، والتلاتة فاز اللي من هنا مربوطين بشكل والتلاتة فاز اللي من هنا مربوطين بشكل، ممكن يبقى زي بعض فتبقى واي واي او دلتا ودلتا، ممكن يبقى عكس بعض يبقى واي بعد كده دلتا او دلتا بعد كده واي. وهو هنا بيقول لك كل ميزة او عيب عن كل طريقة من التوصيلات، تمام؟ وهو شايف هنا ان الواي دلتا هو الكومنلي يوزد فور ستيبنج داون، والدلتا واي هو الكومنلي يوزد فور ايه؟ ستيبنج اب. ماشي؟ ايه ماشي اهوت. من واي لواي، من واي لواي، الفي لاين، لاين يعني الفي ما بين كل لاين والتاني. انت فاكر الواي كونكشن ولا مش فاكرها؟ الواي كونكشن عامل كده، ايه لاين تو لاين ايه فالفولتج ما بين لاين تو لاين في البرايمري بتساوي او في السكندري بتساوي ال n secondary على ال n primary في ال e line to line في البرايمري، تمام؟ اللي هو آخر حاجة وصلت لك. وال v line to line في السكندري برضو بتساوي، ده بقى هتحلله معايا انت يا ريس ولا ايه؟ لا لا معك هو للاسف هنا انت هتحتاج تحفظ شويه، يا اما إيه تقعد أنا في اللي فهمته، أنا اللي فهمته إن واي واي هو نفس القانون حق الدلتا تو دلتا، إن الفرق إنها بس مقلوبها، والمن الدلتا تو واي لا والواي تو اللي دلتا نفس الشيء بس مقلوب. ما بين ال لا خلي بالك، خلي بالك الوضع هنا مختلف. عارف الاختلاف في ايه؟ إيه ان مثلا لو كنت y to y فانت في السليم، لو جيت في من ناحية ال y مثلا اخدت ما بين line to line ومن ناحية ده في البرايمري، او من ناحية السكندري اخدت من line to line، فالعلاقة ما بين الاتنين دول هي زيها زي الترانسفورمر اللي احنا خدناه قبل كده، اللي هو في النص هنا هتلاقي ايه، تمام؟ اللي هو ال V line to line secondary على ال V line to line primary، او ال E line to line primary بتساوي ال N secondary على ال N primary، تمام؟ وفي حالة ال I العكس. بس
فزيها زي العادي جدا اللي احنا خدناها قبل كده. كذلك في الدلتا تو الدلتا، مفيش لا جذر ثلاثة ولا في أي حاجة من الحاجات دي، تمام. فهمت. لكن بالنسبة بقى للدلتا تو واي أو الواي تو دلتا، أنت هتحفظ شكلين و مقلوب آه تمام. تمام. دول مش محلولين صح؟ ايه من المحللين ولا الحين اصلا محل مرسل حل؟ هترسل لي حلهم؟ لا لا، المدرس نفسه ما ارسل حله، ما ادري، يقول بارسل لكم المحاضره المسجله وباقي ما ارسلها الى الحين، فافضل ايش رايك نحلها الحين؟ لا انا شايف ان احنا نستنى الحل بتاعه، مثلا الدكتور عندك ساعات بيحل بشكل مختلف، فاحنا مش عايز اقول لك طريقة وهو يكون بيحل بيها بشكل مختلف فده يتعمل معاك مشكلة يعني، بس احنا ممكن نقراها كده ونشوف لو فيها خطوات، انا ممكن احلها لك وابعتها لك عادي جدا. اوكي طيب، ايش رايك تشرحها الحين هنا اللي هي، وبالحل المفصل ترفقه بدون شرح، يعني الحين عطني بس الشرح المبدئي، البريف طيب ماشي اوكي، اي او حتى وبالحل ممكن نبقى بالطرق. ندخل بعدين، ندخل بعدين وقت تاني نشرحها يعني لا بدل ما لا الدكتور صراحة يعني بدل ما مش وقت. شوف، اذا انت تشرحها الحين و اذا ارفق الحل في الملفات هذه اللي بترسلها لي طيب في التليجرام، ايه خليني بس ايه نبدأ نشوفها كده. ايه يقول لك بالعشان حاضر the primary winding of delta to y، يبقى انا عرفت ان انت ايه دلتا تو واي كونكتد 50 فولت امبير ادي اس ترانسفورمر از ابلايد ويز 100 فولت، ده الفي لما تكون دلتا، فالفي لاين تو لاين هو الفي ايه الدلتا عامل ازاي، عامل كده صح؟ صح. فالفي لاين تو لاين هو الفي فيز، فلما اقول لك انا عملت ابلاي ب 100 فولت هو لما اقول الفي لاين تو لاين للبرايمري، وده الفريكوانسي بتاعه 3 فيز سبلاي، the transformer has 500 turn on the primary and 100 turn on the secondary. عايز أول حاجة يعرف الترانسفورمر تيرن ريشيو، تيرن ريشيو اللي هي الـ A. الـ A بتساوي إيه؟ الـ NP على الـ NS. تمام؟ اللي هي بتساوي الـ 500 على الـ 100 تطلع 2. طيب الـ magnitude of secondary side line voltage. عايز يعرف اللاين فولتج والفيز فولتج بتاع السكندري سايد، هنعرفه منين؟ من القانون اللي عندك هنا اهو، هو قال لك دلتا تو واي اهو الفي لاين تو لاين سكندري بتساوي ال ان اس على ال ان بي في جذر 3 في الاي ال ال بي، ديت اعطيها لك بكام؟ اعطيها لك ب 100، وال ان اس على ال ان بي يعني 100 على 500، وتعوض في الآلة تطلع القيمة دي بكام؟ واضحة؟ واضح. اهوت ال في ال ال السكندري كماجنتيود بتساوي 100 على 500 في جذر 3 في كام؟ الماجنتيود ده اللي هو 100 فولت. اوكي يساوي 34.64. انت عملتها على الآلة؟ ايه ضربته كذا على طول، طلع لي 34.64. كده
طيب في اخر الحاجه اللي بعديها، لو انت عايز تعرف بقى الفيز فولتج، انت هنا في السكندري التوصيل بتاعك ايه؟ واي، صح؟ طب في الواي، في الواي الفي فيز بتساوي الفي لاين على جذر 3. تمام، تمام. تحط دي على الآلة وتطلع الفي فيز. اللي هو الناتج اللي طلعناه قبل شوي، صح؟ الناتج اللي طلعته قبل شوية وتقسمه على جذر 3 بس، سهلة ما فيهاش أي حاجة. بعد كده حلو، عايز يطلع يعرف الناتج 20، يطلع الناتج 20. بعد كده عايز يعرف 20 20 ايوه. 20 فولت. ايه بعد كده عايز يعرف اللاين كارنت ات ريتد لود، واللاين كارنت ات ريتد لود عايز يعرف السكندري لاين كارنت والبرايمري سايد لاين كارنت والبرايمري سايد فيز كارنت. السكندري سايد لاين كارنت هجيبه منين؟ عن طريق القانون، نعم، عن طريق القانون اللي فوق. طب القانون اللي فوق بيقول لك ايه؟ لو بصيت هتلاقيه بيقول لك الاي لاين في السكندري بيساوي كذا 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 في البرايمري، صح؟ لازم نطلع البرايمري. فانت محتاج تطلع البرايمري عشان تقدر تجيب السكندري، بس اللي حصل هو اصلا طلبك السكندري الاول، والمعطيات اللي عندك مش هتجيب غير السكندري اصلا، هتجيبه منين؟ من الاس. الاس ديت بيبقى ليها علاقة بالسكندري، تمام؟ الاس كماجنتيود بتساوي، او احنا خلاص اتفقنا يعني حليناها من شوية لما قلنا الاي بتساوي الاس على الفي، صح؟ لما جبت ديت كده ودي كده، صح؟ بس انت هنا كلها ماجنتيود، فهتبقى بتساوي 50 فولت امبير على الفولتج او الكرنت فولتج بقى، الكرنت فولتج والكرنت فولتج بكام، والقصدي والكرنت لاين بكام، الفولتج لاين، الفولتج لاين في السكندري اللي هو ال اللي طلعناه 34 ده، 34. تقسم ده على ده طلع لك الاي لاين في السكندري. يعني نقسم 50 على ال 34.6 بيطلع الناتج 1.44. 1 فاصلة كام؟ 44 44. طيب فاضل بقى ايه؟ البرايمري سايد لاين كارنت والبرايمري سايد فيز كارنت، ودي هنجيبهم منين؟ من القانون من من ده. القانون. اول حاجة هتطلع البرايمري سايد لاين كارنت معادلة في مجهول واحد، وبعد كده هيبقى هو الفيز كارنت اللي واي كونكشن، في الواي كونكشن اللاين كارنت هو الفيز كارنت. فاخر سؤالين هو نفس الاجابه. آخر سؤالين هو نفس الناتج تقصد؟ نفس الاجابه، إيه فاهم؟ يعني السنتل. بس دقيقة فهمني إياها زيادة، كيف نفس الناتج هو؟ وهو حاضر، هو هل هو هو واي كونكشن، السا واي كونكشن، الواي كونكشن فهمت دقيقة، اللي يكون بالفيز واللاين تو لاين بالظبط. تساوي بعض، صح. فالتيار ماشي هنا اهو، ده اسمه اي لاين، جه عند النقطة ديت هل هيحصل له اي حاجة قبل ما يدخل هنا ويبقى اسمه اي فيز؟ ما حصلوش حاجة، يبقى هو بالضبط، يعني نفس النظام بس في اللي نفس نظام الدلتا اللي يكون الفولج يساوي بعض. بالظبط كده، ايه فهمتك. تمام، بس ايه كده. تمام. نلقي نظرة للثاني ولا خليها اشرحها؟ لما يتبعت لك الحاجة نخليها كلها مع بعض وحلها لك كلها خلاص حل كويس، يعني خلاص ما أول ما نكمل. المحاضرة تتبعت لك أو
سواء محاضرة فيديو أو محاضرة كتابة، ابعتها لي بشكل مباشر، وحتى ما تشغلش بالك بيها، أنا هشوف لك الحل فين بالظبط وهحلها لك وابعتها لك. اوكي، ايش رايك مثلا تدخل انت سيشن وتشرحها يعني كذا شرح سريع في زي الحل؟ المناسب ليك أنا هعمله لك. إيه اوكي خلاص، برسل لك انا الحين، برسل للدكتور بأسأله عن الحل.